شوفوا يا عم سليمان. ايوه شوفوا عم سليمان، انا واقع في عرضك يا عم سليمان، ابوس ايدك يا عم سليمان. اعمل لي مسقعه يا ابني. نعم بقى، كل المرمطه دي عشان اعمل لكم مسقعه؟ من غير رغي كتير، نفذ الامر. ايه رايك يا عم سليمان؟ كويس مش بطال. يعني انت شايف انه ينفع؟ ينفع. البركة يا ابني. تولي، بتحب مصر يا متولي؟ ومين ما بيحبش مصر يا باشا؟ يعني لو في مهمة وطنية ممكن تأديها؟ أنا رقبتي فدا مصر يا باشا، بس عدم المؤاخذة أنا ما أعرفش أعمل حاجة غير الطبيخ. وهو ده اللي إحنا عايزينه منك. عايزين أطبخ لمصر كلها يا باشا؟ دول 75 مليون، ده أنا حلقة هب. متولي أنا عايزك تسمعني كويس. ترى وقع عليك الاختيار إنك تكون طباخ سيادة الرئيس. أنا يا باشا؟ أيوة أنت. طباخ الرئيس، طباخ الرئيس يا أبا، بتولي حياه فخر رئيس الجمهورية يا أبا، بتولي عبد الرحمن بعد طباخ الرئيس يا أبا، أنا مش مصدق أنا نفسي، بتولي عبد الرحمن بعد طباخ يا أبا، أنا مش مصدق أنا نفسي. إهدى يا متولي وتمالك بأعصابك، لازم تدرك خطورته وأهمية اللي أنت داخل عليه. أنا بحب الرئيس جدا يا باشا، عليا الطلاق، أنا انتخبته مرتين. متولي أهم حاجة محدش يعرف إنك شغال في الرئاسة. لا انشراح مراتك ولا تفيده حماتك ولا صلاح خال مراتك ولا مخلوق على الارض. طب عدم المؤاخذه هقول لهم انا بشتغل فين؟ زي ما انت على العربيه بتاعتك. طول عمري حاسس ان ربنا مخبي لي حاجه كبيره. عدم المؤاخذه هو سؤال رفيع يا باشا. اتفضل. هو المرتب كام؟ 350 جنيه. كام؟ في حاجه يا متولي؟ المرتب مش عاجبك؟ لا دول يغرقوني يا باشا. لقلبك، ال 350 جنيه ده المرتب الاساسي. بالحوافز والبدلات يوصلوا 850 جنيه. مرتب الوزير 2000 جنيه. ده الاساسي يا باشا. طب قول لي انشراح ايه؟ 350 جنيه. بس تتقضى. والله تتقضى، ربنا هيطرحني فيهم البركه. هو الواحد هيطمع. بدري يا بيه، هو ده اللي هتيجي بسرعه؟ انشراح. ابوس ايدك سيبيني في حالي، انا روحي هنا اهو. ايه ده؟ ماله الراجل ده؟ في ايه؟ 350 جنيه في الشهر. يعني كام؟ يعني 350 جنيه في الشهر. هعمل بيهم ايه؟ انت ايه؟ بتكلم نفسك خلاص؟ بص انا معلش معلش. بكره هتتعدل يا ولا، وهجيب لك دستة العيال اللي انت نفسك فيهم. بس يلا بقى يلا. شراح انا بقول نسك على الموضوع ده، الايام اللي داخلين عليها شكلها ناشفه قوي. حضر السيد الرئيس اليوم احتفال العيد الوطني وسط لفيف من المسؤولين وكبار رجال الدوله وبين هتافات الجماهير المدويه، معاهدين زعيمهم على الوقوف معا يدا بيد وقفة رجل واحد نحو هدف واحد من أجل التقدم والازدهار.
الطباخ الجديد. صباح الخير. انت متاخر دقيقه وربع. المواعيد هنا عسكريه، كل شيء بنظام. اعذرني يا عم سليمان، انا ما نمتش طول الليل، ركبي بتخبط في بعض ورجلي مش قادره تشيلني. شوف يا ابني، لو كنت عايز تكمل هنا لازم كل حاجه تكون مظبوطه بالملي. نص جرام ملح يعني نص جرام ملح، مش جرام الا ربع. مفيش حاجه اسمها بالبركه. بقول لك يا عم سليمان، هو سياده الرئيس بياكل ايه؟ الوجبات المفضله لسياده الرئيس هي نفس الوجبات المفضلة لأي مواطن عادي. أنا هقعد معاك هنا كام يوم لحد ما تحفظ الشغلانة وتاخد عليها. أبوس إيدك، ما تسيبنيش يا عم سليمان. إيه ده؟ أنت بتعيط يا عم سليمان؟ لا ما عيطش ولا حاجة. الواحد لما بيسيب مكان أخد عليه وعاش عمره فيه بتصعب عليه نفسه. أنا بقالي 12 سنة مع سيادة الرئيس، ولادي كبروا جوزوا وخلفوا، مفيش مخلوق عارف إني كنت طباخ الرئيس. كنت باجي كل يوم هنا متولي وأنا حاسس إني بعمل حاجة مهمة، بأدي عمل وطني. ربنا يوفقك يا ابني. متولي كريم باشا، يلا متولي عشان هتعمل سيادة الرئيس دلوقتي يا فندم؟ ايوه دلوقتي يا متولي. طيب ممكن بس نأجلها شوية عشان ما اخش على سيادة الرئيس ودي فاضية؟ يلا يا متولي مفيش وقت، يلا. اتكل على الله يا ابني. يلا. معذور. متولي يا فندم، الطباخ جديد. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك يا ريس. ايه مالك؟ لا اصل بس يعني هيبة سعادتك يعني. انت متجوز؟ ايوه يا ريس. عندك اولاد؟ لسه يا ريس، اصل يا فندم عريس جديد. طب مش تشد حيلك بقى؟ نخلف فورا يا ريس. قول لي هتوكلنا ايه النهارده؟ والله يا فندم انا حسب الجدول النهارده. لا جدول ولا حاجه، انا عايز شوية شوربة عدس. شوربة عدس. اتفضل. حاضر.